حددت مكان برج التقويه؟ السيجنال ضعيف قوي. ماشي ايه؟ انت بص على ايه؟ بتعمل ايه الله يخرب بيتك؟ تصدق يالا انت زوج زباله؟ دي جامده مش دي جامده طشت. بص على ايه قليل الادب انت وهو يا سيمارعي سيمارعي. يا بنت الزوزو فيها يا بنت؟ شوف يا اخويا الناس قليلة الادب دي. انت بتبص على ايه يا؟ هنكون بنبص على مين يعني؟ نانسي عجرم؟ وبعدين دي بتقيس المسافات علشان نركب برج المحمول وترغوا في التليفونات. بتقيس المسافات تبص على خلاصيني والبستياد وهاجي ملابسك الداخليه. امال ايه ده يا عاد؟ امال انت شايف ايه؟ انا كنت فاكرها قطع عربيه. قطع عربيه؟ طب انا هوريك قطع عربيه. طب انت عملت ايه فيا؟ انا هوريك قطع عربيه ده يعمل فيك ايه؟ اصطبحنا وصبح الصبح على الصبح. انا عارف اصطباحتكم، ايه القلق اللي انتوا عاملينه؟ ما تخلصونا يا باشمهندسين. ما احنا شغالين يا عم مليجي، ما كملناش ساعه. مليجي برج المحمول اللي انت ثبته فوق العماره ده خطر جدا. اخدت كام يا مليجي؟ هقول لك اما تيجي. هل عن سمايا نكمل يا مليجي ولا ايه؟ كملوا يا عم، انتوا هتكملوا عليا. جبتوا لي الكلام من اللي يسوى واللي ما يسواش. الله يخرب بيوتكم. انا قعدت التالي على البيزي وكراسيني قد انا قعدت بهدف خطا عربيه. طب ودي حاجه وحشه يا باشا، اهو ده فيك برضه. اهربوا انتوا اهربوا انتوا اهربوا انتوا من العدو يا جدع. يا هادي الدشت انا بلا والعدو ورانا. يا هادي يا هادي الطريقه دي نظرا لقبول استقاله الامين العام الاستاذه فاطمه الجبيلي لعدم المصداقيه. ما مش معقول الامين العام لجمعيه الاسره السعيده تبقى سيده مطلقه. مش ممكن. وطبقا للائحه الداخليه سيقوم مجلس الاداره بالتصويت في اجتماع على الاختيار بين المرشحتين فريده فايز ونيفين عبد الكريم. ومجلس الاداره في حيره لان الاثنين لهم مجهوداتهم واسهاماتهم الفعاله. عندي مداخله يا مدام زينب. انتوا ازاي قبلتوا ترشيح مدام فريده مع ان المعلومات اللي عندي بتقول ان باباها رمى يمين الطلاق على مامتها مرتين؟ كده ايوه كده. لانهم كانوا مره واحده وكان هزار. اسكت اسكت خالص. جرائيه فوقيه. جرائيه يا حبيبتي. كل ده عشان يختاروا بنتك؟ على فكره بقى كل اللي قلتيه ده كذب، فاهمه؟ كذب. هدوء هدوء من فضلكم. ده يعيبني في ايه يا طن زينب؟ يعني انت شايفه اهو احنا اسره متماسكه وسعيده جدا. وبعدين انا عامله 20 بحث و15 ندوه ندوه عن اضرار الطلاق. مجلس الاداره في اختياره لن يعتمد على الشائعات
وعلى كل مرشحة أن تثبت من خلال عملها واجتهادها أنها الأقدر بالمنصب. ومجلس الإدارة سوف يتابع عن قرب نشاط كل عضو حتى نتمكن من اختيار الأنسب. فريدة، 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 شخير الأزواج هل يؤدي إلى الطلاق؟ سبب جامد جدا. مامي عندها حق، طنط فوفي وبنتها دول لازم يتربوا. بالراحة بس عليا انتوا الاثنين يا جماعة، ممكن قوي تبقى قضية خسرانة لأنهم ممكن يثبتوا من السجلات إن أنا وأمك اتطلقنا قبل كده. إيه؟ وانتوا اتطلقتوا قبل كده وأنا معرفش؟ يعني هما ما كانوش بيقولوا أي كلام إمتى؟ أيوة يا حبيبتي، أبوك طلقني زمان كان عندك سنة ونص، ما أنتِ عارفة أبوك طول عمره كده لاسع. أنا برضو اللي لاسع ولا أنت اللي مستفزة؟ أيوة مستفزة، بتخلي الواحد ياخد معاكي مواقف حاده. يوه، ممكن بقى تسمعوني شويه؟ تنطينا بقالت ان انا ونيفين هنبقى تحت نظر مجلس الاداره، يعني كل حاجه بنعملها محسوبه علينا. خلاص خلاص، ايه اللي انت بتعمله ده؟ بس هو يعني شايفاني برقص ولا برقص؟ مش سامع. سوري يا بيبي، نسيت المفتاح جوه. ازيك يا حسام؟ ازيك يا عمي، نسيت المفتاح جوه، نسيت تكلمي السوبر ماركت ونسيت جوزك. انت عارفه انا مين حياتي؟ عادي يا بيبي، مشاغلك كتير. انت بتهزر؟ طبعا مشاغلها كتير. وبعدين ايه ده؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ اصل عقبال عندك عمات، انا طالع عمره. لا ايه يا عم، في ايه؟ انا زعل منك قوي يا حسام. احنا يا ابني مش متفقين؟ متفقين على ايه؟ على اننا هنطلع العمره سوا. جبت لي التاشيره؟ جرى يا عمي، انت صدقت؟ دي بنتك اللي مخلاني محرم على طول. الهانم حطت الهدوم في الغساله من غير ما تشغلها، في كده؟ انا اسفه يا حبيبي، والله نسيت، بس انا قلبه الدنيا على شغال. تكونش عايزه يعني تسيب مستقبلها وتتفرغ لك انت، وتقعد تطبخ لك وتكنس لك وتغسل لك هدومك؟ يعني انت عاجبك منظري بالشكل ده حماتي؟ خلاص بقى يا حبيبي، تيجي ناكل بيتزا؟ مش عايزه اكل. ومالك بتتنك قوي كده ليه؟ مش كفايه انك انت ما وقفتش جنب مراتك النهارده؟ على فكره يا استاذ بقى، مراتك مترشحه لمنصب كبير جدا، امين عام الجمعيه. يعني ايه جمعيه الامم المتحده؟ ايه يا حسام، انا ما بحبش حد يتريق على شغل. يا بنتي حسام ما يقصدش. لا يقصد. ما يقصدش. لا يقصد بقى، يقصد بقى. يقصد. الله، اصل انا عارفه رجاله كده بيغيروا من نجاح زوجاتهم. بعد اذنكم، ما شاء الله بينا احنا كمان. لطفيه، متهيألي انت كده عملت اللي عليكي وزياده، سخنت العيال على الاخر، يمكن يقتلوا بعض الليله. اتفضلي اتفضلي. اول ما تطلع الصرح جوزك على طول. ايه وي، يلا. استنى. اوعي اوعي. ايه يا لطفية؟ اوعي، قلت لك مش عاوز امسك ايدك انا. الله، حرام عليك يا لطفية، هو احنا ما ينفعش نمشي من عندهم الا ما تسيبيهم متخانقين؟ انت مش شايفه انسان مستفز ازاي؟ نزلني. حاضر، على مهلك. امبارح بقى الساعة 1:30 بالليل شايفني خارجة من باب الفيلا، ما قاليش يا حماتي من فضلك خليكي بايتة عندنا، مش خايف عليا من انفلات الأمن اللي في الشارع؟ انفلات أمن ده ايه؟ واحنا طالعين الدائري يا ربي، ايه انفلات أمن ده؟ احنا فيلتنا اهي، عايشين في كومباوند واحد وطيب انفلات أمني؟ حرام عليكي بقى، قاعدة عندهم ليل ونهار مش مديهم نفس عشان يعيشوا مع بعض شوية لوحدهم. أنا حرة بقى، أنا حرة، عايزة أطمن على بنتي. ها؟ تطمن عليها من إيه بس؟ ده احنا بنبقى قاعدين في اوضتنا مش عارفين ننام لصوت شخير جوز بنتك حسام. خلاص خلاص، انتهى الحديث بيني وبينك، اتفضل. حاضر. الانفلات امني قال ده انا حلم حياتي يطلعوا عليكي يثبتوكي ويخطفوكي وشوفي مين هيدفع فيكي فديه. بتبرطم بتقول ايه؟ ولا حاجه، بكلم نفسي انا حر. حاجه غريبه.
صباح الخير يا باشمهندس. خير يا باشمهندس. بكره تسلموا باسبوراتكم للعلاقات العامه عشان يخلصوا لكم اجراءات السفر. هسافر فين ان شاء الله يا فندم؟ على فكره انا سامع ان الشركه تعاقدت على الشبكه الجديده بتاعت لبنان. سفريه لبنان دي اللي هيخلصها رفعت وفوزي. يا ولاد المحظوظه. انتوا هتسافروا بجمبوره. جرى يا فندم وحضرتك رجعت في كلامك ولا ايه؟ مش حضرتك الاسبوع اللي فات قال لنا ان احنا هنسافر بره مصر؟ ويا بجمبوره دي جوه مصر؟ ما هي بره مصر. دي في افريقيا. افريقيا؟ افريقيا ايه يا فندم؟ ما تشوف لنا حاجه عندك كده في المحور الاوروبي. اه يا ريت يا باشا لو تنشن على اسبانيا، انت عارف الكلاسيكو مقرب وبرشلونه وريال مدريد فرق 3 نقط وهتبقى ليله سودا. كلاسيكو ايه يا بني ادم ده هو؟ انت هتتفرجوا على ماتش كوره وبتعملوا شوبينج؟ انتوا رايحين شغل. يا ريت انتوا راجعين تجيبوا لي معاكم علبة شاي بجمبوري اللي هو ال 25 فتلة ده، بيقولوا عليه بيعمل دماغ وهو مفعول السحر. ايه ده؟ في حاجة فهمت عليها. ايه زعيق اللي بره ده؟ ما انا رايح اهو. لو ما خليتنيش اقابله هدخل له عرب نفسي. في ايه؟ ايه يا مدام؟ ومين حضرتك؟ انا مرات المهندس ممدوح اللي سافرتوه من شهرين ومعرفش عنه حاجه. ممدوح مين وسافر فين؟ الباشمهندس ممدوح اللي سافرتوه بجمبوره من شهرين وانا معرفش عنه حاجه. ممدوح السعداني. طب اتفضلي هاني في مكتبي نتكلم جوه. يا فندم بالنسبه لممدوح اللي راح بجمبوره، مش حاجه يا فندم، بجمبوره ده اللي حضرتك لسه مكلمنا عليه في المكتب. انت فاكر ان في بجمبوره واحده في افريقيا؟ لا، في فرع تاني في استراليا، وهناك في عواصف ثلجيه، ده اللي خلى ممدوح ما يعرفش ينزل، المطارات كلها مقفوله. اتفضلي يا مدام. يا فندم ازاي بس عاصفه ثلجيه شهرين يا فندم ازاي؟ يا ابني الشتاء هناك غير الشتاء عندنا خالص، الشتاء بتاعنا ريحه خفيف، على ما تنزل الجرس من الدولاب يكون الشتاء خلص، وعين ما تشغلنيش معاك بقى. اتفضل يا مدام. اتفضل اتفضل. سيبني انا قلقان عليه. الف لا باس. هي البكمبوره اللي احنا رايحينها غير اللي بيحكي عليها يا عم؟ ده بقول لك في استراليا. بعدين ما توهمش نفسك، كل خير ان شاء الله. معلش يا حسام يا ابني، يا فريدة بنتي متوترة شوية من يوم ما ترشحت للمنصب ده، أصل مسألة فوزها بالمنصب ده بالنسبة لها وبالنسبة لأمها مسألة حياة أو موت، فيعني استحمل فترة دي تعدي، وصدقني أول ما تعدي فريدة هترجع لحالتها الطبيعية. فترة إيه يا عمي؟ فترة إيه؟ ده إحنا بقالنا سنتين متجوزين، لا عارف أقعد معاها ولا هي لاقي وقت لبيتها أصلاً. وأنت برضو غلطان يا حسام، لازم لازم تحببها في الزواج، لازم الزوجة تحب بيتها. لا انت استخدمت الشموع؟ طب يا عم لما النور بيقطع بقول نور ايه اللي بيقطع؟ قوم من وش يا حسام، ده انت مش فاهم حاجة ابدا يا ابني. النور قال يا ابني لازم تبقى رومانسي، لازم البيت يبقى مليان رومانسية، بمعنى فريدة لما ترجع البيت تلاقي البيت كله مليان شموع شموع شموع. تلاقيه مليان حب حب يا حسام حب. طب طالما انت قصير ومنير كده يا عمي، ما بتعملش كده ليه مع حماتي بدل ما هي ملوشه فينا كلنا؟ ملوشه فيكم انتوا انما تيجي لغايه عندنا وتسحب ناعم، لانها عارفه ان انا عصبيتي تهب، ما اعرفش مين اللي واقف قصادي. شوف كده احسن مين؟ احسن نسيت نضارتي. لا 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 دي حماتي يا عمي، ما تاخدش بالك ما تاخدش بالك. لا هات 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 يا ابني هات. اوعى لو على طول لو فتحت انا. ايوه لطفيتي. خلاص يا مامي ما تقلقيش. ايوه كتبت كل حاجه. هي صحيح كم حماده دي بعيد؟ لا مش بعيد. لا لا يعني هتاخد وقت قد ايه من عندنا لهناك؟ يعني قيمه ساعه الا ربع ساعه كده يعني. طيب انا هنام بقى، تصبحي على خير. باي باي. قال حبيبتي ايه موضوعكم حماده ده؟ اصل انا عندي ندوه هناك بكره. بجد؟ ربنا يوفقك. ممكن تخبطي عينيكي؟ ليه؟ مفاجاه. بقيت تفتحي ها؟ فتحي. كل سنة وانت طيب يا حبيبتي. وانت طيب يا حبيبي. بس انا عيد ميلادي مش اليومين دول. عيد جوازنا. وعلى فكرة عيد جوازنا بقى هيجي وانا مسافر، فقلت اجيب لك الهدية دلوقتي، ايه رأيك؟ ميرسي يا حبيبي، حلوة أوي. أوعدك إنك هترجع من السفر تلاقيني جايبة لك هدية كبيرة. ليه لما أرجع من السفر يا حبيبتي؟ ليه لما أرجع من السفر؟ ليه نروح محلات ونتكلف وشريطة حمراء وشريطة سودة؟ ما الهدية قدامي أهو. اظرف لي هديتي حسام. الندوه لا ندوه ابراهيم ولا ندوه فؤاد، احنا في لحظه صعبه قوي دلوقتي. حسام اوعي تفتكر ان الستر ده هيمنعني منك، انا واخد فرقه صعقه على فكره. قلت لك اصحى بدري. اظبطي منبه يا حبيبتي، اصل كل حماده دي واضح انها بعيده قوي. بذمتك ما نفسكش في حته حماده صغنطت كده يملى علينا بيت؟ حسام احنا متفقين على ايه؟ انا مقتنعه بكلام مامي. مامي قالت ان الواحده مش المفروض تخلف غير بعد جوازها بثلاث سنين. ليه عليك اقساط ولا ايه؟ دي مامي. الو، نسيت اقولك ان
بابا هيبعت لنا العربيه بكره. طيب حاضر. انت اللي بصحيكي ما تنامي. ما احنا هننام اهو يا مامي، احنا على السرير. يلا طيب صباح على خير. باي باي. تصدقي نفسي اعرف التليفون ده هو ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بقفل التليفون. انت ما بتشيل البطاريه ليه؟ عشان امك ممكن تعمل اي حاجه، انا لازم اامن نفسي. انت ناوي على ايه؟ ناوي اجيب حماده. انا غبي ليه؟ نسيت اقفل تليفون البيت. طب شوف مين؟ هيكون مين يعني؟ امك اكيد. ما انا عشان انفرد بيكي لازم ادمر البنيه التحتيه بتاعت البيت. طب رد عليا يا حسام. فريده انت فين وقافله موبايلك ليه؟ يا ماي ما احنا اصلنا في السرير وهننام. طب هاتي ورقه وقلم وزودي الجملتين دول، زوديهم على الكلام بتاع بكره. حاضر حاضر. قولي يا ماما. وعندما ترى الزوجه ان الزوج مصر على الانجاب بدون رغبتها فعليها معارضته ومقاومته. ايه ده؟ هي بتراقبنا ولا ايه؟ عرفت منين؟ والضرب بيد من حديد، لان هذا يتعارض مع الاجواء الديمقراطيه التي نعيشها الان. ايه الكلام الكبير ده؟ يعني النهارده دي في كوم حماده ولا في مجلس الامن؟ مين المحلل السياسي اللي بيتكلم جنبك ده؟ بتقولك في البيت وعلى السرير، هيكون مين جنبيها يعني؟ عمرو حمزاوي؟ يا نهار اسود انت خلفت ايه؟ حقنة دي ولا مصر الصرف صحي؟ ترى يا استاذ بتستحمل شويه، انت مش رايح افريقيا؟ هو انا عشان رايح افريقيا لازم تعاقبونا؟ لا بس لازم تاخد التطعيم. هي الحقنه دي رقم كام؟ 5.12. طب اقول لك ايه، عشان اصل ممكن الطياره تفوتنا كده، ممكن تحط ال 12 في الماسوره اللي معاكي دي وناخدهم طلعه واحده؟ ازاي يعني؟ كومبو. ورجل الكوت سايت عشان عامل رشيق. تخلص يا عم الفرارجي، هو انا داخل نيويورك؟ دونت ستوب ان غفانا وينا. ايه كميه الاختام دي؟ امبا امبا ده هناك يا تافه. على فكره انا مش معاه. همبا همبا. هلو هلو، اي ام حسام اند ذيس از هاني. بابو وات؟ بابو الراجل ده عايز ايه بالظبط؟ ممكن يكون مزنوق عايز يخش حمام ولا حاجه. يو مين دبليو سي اح سمثينج لايك ذيس؟ نو 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 نو، نيم بابو. اسمه بابو. يا كوم 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 كوم، ويلكم بوكم برا. كم 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 كم. اوكي اوكي. انت لازم بسرعة ليه؟ بالراحة يا بابا، بالراحة يا زب، بالراحة يا زب. يا عم ده سكران، انت ما شفتش ريحة بقه. هي ريحة بقه بس، ده ريحته كلها معفنة. اذا كان اسمه بابا يا عم ده كله. الله يحرقك بجاز. ايه ده؟ مش قادر مش قادر. في سواقه كده. حمام فين؟ في سواقه كده. والله يخرب بيتك هتموتنا. ايه دي؟ بلين بلين ما كومبو 500 كيلومترز. اوكي اوكي، وير از ذا بايلوت؟ بيكوز وي ار ان هاري هاري. كوم كوم كوم. انت هتعمل ايه يا جدع انت؟ ثاني الزف اللي انا شايفه. أول مرة شفت بلاصات طيارة. أقول لحيتنا توب على إيد حشرة زي دي. يا رب عايز صبر. امسك ابنك كويس. بقول لك يا بابا أنا إيش معاك كيس مرجع فيه. أيوه.
الحمد لله. انت حي. احنا اتكتب لنا عمر جديد. الحمد لله. اهلا بكم، اسمي مجيدة. تاكدت ماي شركه لكنا معكم. ايه ده، انت لقطانه اهو بتتكلمي عربي زينا. انتوا كل الناس هنا كده؟ لا افهمك، اتكلم عربيه فصحى. تفضل. طب احنا بنتكلم عربيه فصحى، مش الحاجات اللي احنا عايشينها التافهه دي. اخر حاجه وفشيخ واول حاجه. اتفضلي. اسافه نازل من الفندق بسياره. يا نهار اسود، هو مفيش غير بوبو في البلد دي اللي مع رخصه؟ اطلع يا عم. اسود، هو ده الفندق؟ هذا الفندق الوحيد في القرية. لقد وقعنا في الفخ، احنا هنشوف ايام سودة. تفضل. تفضلي. تفضلي. مين دي؟ دي تقريبا محسن الحلو بتاعت بجنبورة. الناس دي عبيطة ولا ايه؟ ربنا طلعنا من الفندق ده على خير. مات. خد. ايه كمية البذر اللي جت في وشي دي؟ ما تخافش يا معلم، ما احنا متطعمين. ما تخليه ينجز. مثلا؟ اكملي انت الاجراءات واعطينا نحن مفتاح الغرفة. ده تنكر بقى نجز كده؟ انا خف شيشة شوية يا عم ضابط، يخرب بيتك. ولا هاني ده، لا في تليفون ولا تلفزيون. احمد ربنا ان في سراير. يا نهار اسود ونايم. ايه الريش ده؟ لا تنسوا اغلاق النافذه، نحن في وسط الغابه. طب وفين الحمام؟ كيف سنقضي حاجتنا؟ الحمام في الخارج. طب ده ما فيش تليفون، هنصحى ازاي ويكب كول يعني؟ قول لي. نريد ان نستيقظ في السادسه صباحا، كيف؟ تعمل ايه؟ قال لك هذه على الباب. شكرا. علق هذه على الباب. معقولة هاني الملل اللي احنا فيه ده؟ يا سلام، ده أحلى حاجة في الدنيا دي الطبيعة. سمع؟ سمع صوت الطيور عامل ازاي؟ صوت الطيور. يا ساتر يا رب! ايه ده؟ يا حسام عادي يعني، احنا في غابة وكده يعني. غابة؟ غابة بس مش للدرجة دي يا هاني. نام نام. سمعت اللي سمعته هاني؟ عادي، بقول لك احنا في غابة وبعدين الباب مقفول علينا، احنا في امان، في امان، ما تخافش. تفتكر؟ لا 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 لا، كده كتير، كده كتير يا هاني على فكرة، كده كتير. بصراحة أنا قلقان من بدري بس بحاول أطمنك. هم لو طلبنا روم سيرفيس هيعملوا فينا ايه؟ هيبعتوا لنا ديناصور؟ اجري هاني! اوعى تسيب الباب! اجري هاني! اوعى تسيب الباب! ايوه!
اوضح ان مفيش فايدة. فرصة ايه ده؟ تخرب بيت قذارتك. على فكرة انا اتشرفت بمعرفة حضرتك. يا ساتر يا رب. لا 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 على فكرة معاه انتوزيد في الموضوع. لو حضرتك محتاج انتوزيد. طب تخرب بيتك. لا واضح ان مفيش طولون. لا 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 كده كتير كده كتير قوي على فكرة. انا عارف ان لحم الخرتيت بياخد وقت. يا صوت. لا لا انا محتاج غسيل معدة. تخرب بيتك. لا كده دادنا موقع لامت تكلم عربي كويس قوي. جامده وش مجيد. عين اتعلمت اللغه العربيه في جامعه بجنبوره. ايه ده انت عندكم جامعه زينا وفي مقبول وجيد جدا وكده. لا 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 انا الوحيده في قبيلتنا التي تخرجت الجامعه. يا حبيبي ايه الشجره دي؟ انهم كدمون. كدمون؟ من هم؟ من هم؟ الصعبه. ايه جو العشاء؟ صدق ايه يا فندم؟ ايه جو الاكشن وشغل يا عم احنا نطلع ونزق الشجره دي كده وخلصنا. طب وعلى ايه يا عم التعب ده كله؟ ما تخليها تكلم الحي بتاع ابو جمبور يجوا يشيلوها. ايه؟ نزلين علينا يا منى. شفت المهم دي لو هي نازله من العربيه تقولش نازله من الدبابه. عاملين فيهم شبيحه كل الواد بوبو هو نازل يسحب البدايه. تقولش صبري يا كنوخ. انا بعد كده يا معلم في الرحله دي خلاص امان يا معلم همشي مش قلقان من حاجه. لا حد يثبتني ولا حد يرفع عليا بندقيه. بندقيه دي ازيك يا حلوان ولا بني ادم؟ عم ازيك؟ عم ازيك؟ هم كتير؟ انا حاسس فعلا بس هتبقى فاهم. ابو السن نابل دبرتك وين ما تتوجهك انك تبتني في افريقيا. وانت سبت الناس اللي كنت شغال عندهم ليه؟ يعني حضرتك يرضيك اشتغل عندهم سنه وما يزودونيش في المرتب وبعدين يا هانم يعني العيشه بتغلى. واضح انك انت طماعه قوي يا حبيبتي. ومن فضلك شيل اللبانه اللي ببقك دي. على فكرة حسام بيه ما بيحبش يلبس الحاجة مرتين يعني كل يوم هدومه تتغسل وتتكوي. بالنسبة لي أنا بقى أهم حاجة الأمانة. الأمانة يا شيماء. حاضر أنا حافظة كل النظام. روحي يا بنت اعملي لي قهوة أجرب قهوتك. حاضر. على فكرة شكلها كويس حسام هيفرح. مش ده اللي هيفرح حسام يا فريدة يا بنتي. جرأيه يا فايز جرأيه يا فايز. الله مش كان متعصب ومتضايق عشان أكله هدومه؟ يحمد ربنا اه جابت له شغال. هل انتهيت من تركيب هذا البرخ؟ لسه شويه. نعم ليس بعد ليس بعد. هناك جزء اخر وبعد كده ان شاء الله لما ربنا يكرمنا ناقص الانتنه. على فكره احنا محتاجين بوبو عشان نروح هناك عشان نحدد المكان اللي هنركب عليه البرج الثاني. فاهم حاجة؟ ترجم لها يا عم. ترجم ايه؟ نحن نريد بوبو لكي ندخل الى الغابة. ادي له هو من يصله. نعم؟ ادي له ادي له. ما تدي له يا عم وخلصنا. هو مين ده يا عم اللي ادي له؟ وادي له ايه اساسا؟ انت اتهبلت ولا ايه؟ غنيت انت قلت ايه؟ في ايه؟ ادي له اكتر من يعرف الغابة. انت عليكو ايه ده يا عم؟ واحنا داخلين الغابة ولا داخلين التراك؟ خد يلا استنونا. لا لا انا مش قادر اكمل السباق ده. قوم يا هاني قوم هتضيع مننا الذهبيه. قوم الحلقه الذهبيه على سيجنال تل على الابراج. قوم يا هاني قوم خلينا نلحق العمل اللي قدامنا دي. يلا بينا. يلا يا عم. ده فين؟ انا شايفه بيعدي ما بين شجرتين. هاني يا عم الغابه كلها شجر. انا شجرتين فيهم. بص على اي اثار على الارض. مش لاقي اي اثار. احنا تهنا هاني على فكره. ما تخافش انا عارف طريق ارجعك.
ترجعني ازاي على اساس ان احنا في البطل احمد عبد العزيز؟ انا كده كده نمسح الكلب ولا ايه؟ هاني هاني كده بقدر اقول لك الواد اديله ده تاه مننا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل بيبيه. انا هموت. تصدق فكره؟ الله يخرب بيتك يا شريف. قال بيقول لك هاتولي ثابت بغبورة وانتوا راجعين ده على اساس ان احنا رايحين هايبر. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ هياكلونا. هيعملوا فينا ايه؟ هياكلونا. هيموتونا الاول ولا ايه؟ هدى عصابك. ايه ده؟ اوعى يالا ابعد يا شريف. لا اله الا الله. جمال جمال ايه اهل الجراب يا عم احنا بتوع الموبايلات. مين طه؟ احنا اسفين والله ما كانش في حمامات في الغابة والله. جمال جمال خلاص مش هنعمل في البيت تاني. طه بابا شلوي ما كله وفوق تباشر يا نابو تي يا البوليس. والدي يعتذر لكم. ايه ده؟ هو والدك يبقى زعيم القبيله؟ نعم زعيم بيومي. والدي زعيم القبيله. الحاج بيومي ده جامد وش. من ساعتها واضح ان الحاله متاخره قوي. على فكره انا اعرف دكتور مسالك في دار الفؤاد يظبط لك الدنيا دي كلها في يوم عادي. انت مش يعني هي بس انت محتاج ظبط فلانشة بس والدنيا تبقى تمام. طب انت مكمل كل ده؟ يبقى واضح ان المعده وكل حاجه انتهت. حضرتي الغداء؟ اي يا فندم كله تمام. ربي فريدة بنتي حبيبتي امورتي ازاي؟ كنت فين يا حلو؟
كنت في اجتماع مع مدام زينب في الجمعية. خير؟ نقول مبروك؟ مبروك ايه بس؟ دي بتقولي ان مجلس الإدارة هيجي يزورنا، بتقولي عايزين يجوا يشوفوني بقى أنا وجوزي وإحنا عاملين إيه مع بعض. طب ما قالولكيش هيجوا إمتى؟ سألتها بس حسيت إن هي بتتهرب من السؤال، واضح إن هم عايزين يجوا فجأة. فريدة أنا عاوزك تهتم شوية بجوزك يا بنتي. ليه يا بابي؟ وأنت شايف إن أنا مقصرة؟ إحنا لسه جايبين شغالة أهو. يا بنتي شغالت إيه بس؟ سيبك من كلام أمك ده، الراجل مننا عايز لما يرجع بيته يلاقي حضن حنين يترمي عليه، يترمي في حضن الشغالة يعني. إيه ده هو؟ واضح إنه بيجي على السيرة، بيكلمني تانجو، أكيد شغاله السيجنال هناك. ألو، إزيك يا حبيبي؟ لسه كنت بجيب في سيرتك. بجيب سيرتي مع مين؟ مع بابي. أصل بابي ومامي قاعدين معايا في البيت لحد ما أنت ترجع. هي الناس دي ما بتروحش بيتها ولا إيه؟ مش حال زي ما كنا الناس ساكنين في نفس الشارع. أنا رأيي نفتح الجيتين على بعض ونخلص. تصدق إن أنت قليل الأدب. عمي إزيك يا عمي؟ وحشني والله. مش عايز أقول لحضرتك البيت من غيرك ملوش أي معنى. الو ايوه عمي تقريبا الارسال وحش. الو 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 هو حماك وحماتك دول قاعدين عندكم على طول؟ ما بعرفش اقعد مع مراتي لوحدينا ابدا. يا نهار اسود ربنا يكون في عونك. مدينة هاي هاي اليوم احتفال سنوي للقبيله نرجوكم الى دور. والله اسف يا مجيده مش هنقدر نحضر. مش هينفع خالص يا مجيده مش هينفع، احنا طيارتنا النهارده الفجر يا دوبك نحضر حاجتنا. احكام بليز درينك فود. يخرب بيتك ده انت راشق في اي مصلحه. درينك درينك دانس 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 وانت صعب صغير قوي. والنبي احسن نروح ندانس، انا بحب الدانس قوي. ده احنا هننبسط وش. شكلك هتضيعنا وش. أفضل النوم خفيفا. زعيم يحبكم لتخطبوا. طب وعلى ايه الغضب؟ على ايه الغضب؟ لا بالنسبه لي انا لسه واكل. كل اهالي ده بيكح اصول الكل. ده حلو قوي. ايه ده؟ فرمت راسه وكارت. سيسوك اللي لازم بينك اي زوزوك اي زمزوك وانا ده بكلم عليك. تعالى 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 معانا يا توصل. يا ولاي كوعي. لا الحياة ما عرفش العب ناي. حاضر حاضر. يا ولا وباين دون ده يا مجي. الله يحرقك. دي كذا لهم يا بابا. يا حياة. يا حاجة يا ربي يوسع عليك. يا ابويا يا جماعة واعزك بيه بلا بادي كبير ده بتشكيك يا اوي. يومي الكيف من اولى. لا 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 جو الزغير ده ما ياكلش معانا. احنا خلاص حششنا مع الاسد. الحاج ميومي بيركب الاول.
ايوه ابن علي شوف ولا مالي ابن ابا قطاسي انت هتبقى ظبط بقى ابن انا باي بقى تتعمل يا ابا سي بقى باسي بقى أتبعن أشكى راجل في الكابيلا واو نادي هل من راجل ونفسه؟ واو يا كابيلا ما فيكيش راجل ولا ليه؟ ما تهاش يا حسام روح ارفع وش مصر سمعني أحلى ضرب بوجن ايه بيحبولك عليا لا إله إلا الله هذا المشروم رجال ركال ليك في جو التحطيب وعاشور الناجي وكده ده انت جيتلي في منطقتي حزام بعد اذنك او بتبو فين بتبو ايه يا استاذ بعد اذنك اربط الحزام هنعمل لاندنج هاني احنا فين هاني هاني بقى يا جماعه كده تؤجرين عجله اخرس خالص اخرس خالص يا بني ادم انت مش سواق تاكسي ومشغل عداد وهتختلوس مالك انت تاكسي ايه اللي انتوا عايزينه انتوا عايزين قفص فراخ يروحكم مش كنتوا بتدور على محل لبس وفي محل لبس فاتح الساعه 3 الصبح تعرف اكتر حاجه مضايقاني يا عزام يا انت مالك صاحبي بيكلمني بترد ليه يا بني ادم اللي معاك خد ودي معايا في الكلام اخرس ماشي اكتر حاجه مضايقاني الكاميرا اللي انا نسيتها هناك الكاميرا بس دي هدومنا كلها الحمد لله ان احنا رجعنا بالشنطه اللي فيها الباسبورتات والفلوس ايه
ايه يا بني ادم صاحبي بيقول لي انا هرد انت ما ترد ليه؟ قاعد معاك قاعد معاك ترد ليه؟ مش خالص ماشي ماشي اهو مصطفى ممكن تنزل يلا انا هنزل سلام سلام وانت حرامية ولا ايه؟ اعمل في ايه ده؟ اعمل انفضك بالمراية في زورك اموتك ولا ايه؟ انزل انزل يلا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله لا اله الا الله عايز منين غير ايه معاك؟ عايز منين غير ايه؟ خلاص خلاص اصحى 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 ايه انا كفتحت بوقي سبب المهندس حسام مدبولي بعد تصرفه الغريب في إثارة الفزع في مجمع سكني هادي. لعبتها صح، لعبتها صح قوي نيفين بنت فوقية. الصورة على النت في كل حتة، معقولة الحقد يوصل للدرجة دي؟ تبعت شيماء تشتغل عندي عشان تتجسس عليا؟ يو بيحصل أكتر من كده كمان، أنت ما شفتيش فيلم مهم في تل أبيب؟ ده وقته ده وقته اسكت خالص باي. اهلا اهلا يا باشمهندس الحمد لله على السلامه فين شيماء فين شيماء طردناها بعد الفضيحه اللي انت كنت السبب فيها هو بصراحه حماتي مش انا اللي عملت الفضيحه اللي عمل الفضيحه حمايه نعم نعم الله عليك يا سيدي مش انت اللي مرخص مسدس مالك 80 سنه ما ضربتش بيه طلقه واحده جاي عليا انا وتعملي فيه عبد موته وانا عماله تقول حرامي 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 عاوزني اجري وراك بباشا المهم اتاكدتوا ان هي اللي عملت المصيبه السودا دي ايوه طبعا شفنا الصور على الموبايل بتاعها بعتها لنيفين مامي هو انا كده مجلس الاداره مش هيختارني لا طبعا يا حبيبتي وهو السبب السبب ايه بس يا حماتي انا كنت جاي اعمل مفاجاه لفريده مفاجاه زي الزفت جاي من السفر يا حبيبي لابس لي ريش عايز تعمل ايه ديك رومي ديك رومي ما اتكلم يا متر انا مش فاهم انتوا مكبرين الحكايه قوي كده ليه يوم مجلس الاداره بتاعكم لما يجي يزوركم زي ما زينب قالت ويعرفوا ان انتوا عيله سعيده فعلا ساعتها هيتاكدوا ان كل ليه اشاعات يا ريت يا بابي ده اللي يحصل عارف يا حسام انا لو مجلس الاداره ما اختارنيش انا مش هنساها لك هي دي بقى المشكله الست لما بتقوم بواجباتها وبتبقى مطيعه الراجل بيفتكر انها مقهوره ومذلوله وبتاخد بالجزم لكن خلاص الكلام ده كان زمان دلوقتي الست بتشتغل وبتدخل فلوس يعني راسها براسه احنا بنعمل كل الحاجات دي وبرده مش عاجب يا ست فهيمه باردون يا حبيبتي المدام اسمها فريده يا ريت من فضلك تشيل ده في المونتاج ها انتوا جايين تقلبوا نسواننا علينا ده ايه هي الست قالت حاجه غلط يا راجل هي ما قالتش حاجه غلط طب روحوا انت طال يا لهوي انت جاي يا اختي تهوي على خرابي قادر اتطلقت يا لهوي خلاص يا وليه قوم يا ابني تهوي هات السوان وهات الوليه المجنونه ده هي يا لهوي ايه يا عم سخنان كده عليا ليه انا عن نفسي كنت بفكر اطلق بس انا لقيت فكره احلى انا وانت بقى نشوف لنا مزيتين كده حلوين نتجوزهم يدلعونا وش طب انت عيل واطي وقلبك يطوعك وتقدر تعمل كده لكن انا اعمل كده فريده اتجننت ولا ايه انا ادخل البيت الاقي واحده تانية في الشقه غير فريده اطلع افتح باب اوضتي اخش الاقي واحده تانية غير فريده ده مستحيل انام على السرير الاقي واحده تانية انام جنبي غير فريده ده من ربع المستحيلات الدليفري وصل روح بقى يا حبيبي حاسب عشان الهبل اللي انت قلته ده عبال ما نغسل طبقين ناكل فيهم انطر يلا انطر يا ابني
يا ابني ما تردش ليه؟ مجيدة انت تترك زوجتك على الباب؟ زوجتك؟ ما تلمسنيش، كل جسمي بيوجعني. حاضر الحمد لله انها جت على قد كده. يا سلام على قد كده، ما كنت عايزه انا يعمل روتين ايه اكتر من كده؟ اي ما انت برضو يا مامي غلطانه، حد يكتب الكلام الجامد ده؟ خلاص بقى. هلا ومشاتو قسم نومكي هل تقبل زواج مني؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، مين الناس دي؟ متهيألي ده إخوة. إمتى حصل الكلام ده؟ لا أفهمك، متى حدث هذا؟ يوم الاحتفال وقد أرسلني أبي إليك. يوم الاحتفال وقد أرسلها أبوها إليك. بقول لك إيه؟ إنني رجل متزوج، إنما أخبرها إنني رجل متنيل متجوز. إنه رجل متنيل متجوز. خلصت. ما أنا متصل. أخبري زوجتي تتصل، زوجتي على الهاتف، أنا البيت بيولع، بيتي يا نهار، بيتي يا نهار. استر يا رب، استر يا رب. مرحبا. ايوه فريد، ايوه حبيبتي. ايوه حسام، احنا خلاص خلصنا وراجعين على البيت. توصلي بالسلامه حبيبتي، توصلي بالسلامه، توصلي بالسلامه. طيب في حفظ الله، مع الف سلامه. مع السلامه، مع السلامه. مصيبه 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 مصيبه. ايه اللي حصل؟ فريده جايه، فريده جايه، زوجتي في الطريق، زوجتي في الطريق. اغثني يا صديقي، سوف يحدث ما لا يحمد عقباها. اعذرني يا صديقي فسوف انصرف، فلدي موعد على العشاء. وحياه امك، خلصني من المصيبه السوداء دي، يجب ان ترحلي فورا. اتاتر زوجتك؟ زوجتي مين؟ هي رجاله بلدكم خمسه جايه عليا انا، ما تبعدها هاني. أنا فزت بالمسابقة وأمر والدي أن أكون الجائزة. وهاني خد البنت دي اصرفها، مش عايز أشوفها في البيت، مش عايز أشوفها في المنطقة. حاضر. مش عايز أشوفها في البلد. حاضر أنا هتصرف، تعالي معايا مجيد، تعالي معايا، تعالي تعالي. إيه ده؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. كده كده محدش جه. استاذ حسام موجود؟ خير في ايه؟ ايوه خير في ايه؟ طب خليك يا عم هشوف ايه. لا يمكن، رجلي على رجلك، قدامي قدامي. خير يا باشا في ايه؟ والله ما اعرفش، بس سياده المامور قال لي ما تتعطاش من هنا الا ما تجيبه معاك. ايه الكلام اللي بتقوله حضرتك ده؟ معاك اذن نيابه؟ اذن نيابه ايه يا عمي؟ هو جاي يفتش البيت، الراجل عايزني حاجه بسيطه، هرجع على طول. طب لو سمحت روح مع حسام. اه طبعا هروح معاه، هسيبه لوحده. يروح معايا على فين يا جماعه؟ الموضوع بس عارف ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان وانا بركن العربيه امبارح خبطت في واحد، كسرت له فانوس عربيته، ليه عمل لي محضر؟ كان رخم قوي على فكره. هخلص الموضوع وارجع لك يا عم. لا يمكن اسيبك، رجلي على رجلك. يا عمي اتفضل قدامي. يا عمي مش قدامي، اتفضل. اكيد عامل مصيبه. تعال يا حسام. جاي. تعال. انت خايف من ايه؟ مش خايف يا عمي، انا مش جاي معاك، يبقى ما تخافش. مساء الخير. مساء الخير. فايز الفرنواني محامي بالنقد وحاضر عن المدعى عليه حسام بدبولي. غني عن التعريف يا فايز بيه. عمر بيه مدير وزاره الخارجيه وسعاده السفير جايين بنفسهم عشان نحل الموضوع ده ودي وباسرع وقت. ده اذا كان حسام بيه عايز يحل الموضوع ودي، اعرفك بنفسي، سلطان بهنس المستشار القانوني للسفاره. عيب قوي يا سلطان بيه اللي انت عملته ده. اسكت اسكت اسكت. عيب قوي انك تستغل سلطات موكلك الدبلوماسيه عشان ترهب بيها موكلي، وكل ده عشان ايه؟ عشان كسر فانوس. لا احنا مش صغيرين في البلد، لا احنا كبار قوي. اسكت اسكت، قلت لك بكامل فانوس ده يا سلطان بيه، بكامل عربيه كلها، بالبضاعه اللي عليها. ولا انت كنت محمل ايه؟ خضار ولا محمل ايه؟ فانوس ايه وعربيه ايه؟ واضح ان في سوء تفاهم. الموضوع ببساطه ان الاستاذ حسام اتجوز مدام مجيده في افريقيا، ودلوقتي مش عايز يعترف بالجوازه دي. ايه؟ حسام؟ حسام اتجوز افريقيه؟ يا عمي يا عمي الكلام ده ما حصلش على فكره، الناس دي كلها بتهيس. تهيس؟ سب وقصف وتهييس. يا عم انت بتتلك كده عشان احنا بنهيس. ودي امضي سنين يا حسام بيه اللي على عقد الزواج. طب بذمتك يا عم ده مش تهييس، ماسك فروه ارنب ويقول لك اسيب الجواز وعقد الزواج. قلت اسكت انت. ممكن لو سمحت اطلع على الارنب على قسيمة الجواز؟ تحت امر سعادتك. حسام مدبول. لا خطك مش دي امضتك يا عم كده. وحتى نقطع الشك باليقين. فايز بيه. نعم. انا عايزك تتفرج براحتك وتقول لي رايك القانوني. هما صوروك كمان؟
فرج براحتك فرج براحتك. دي حاجه تقلق بجد. انا مش فاهم هما الاثنين ما بيردوش على موبايلاتهم ليه. يا بنتي اهدي اهدي من فضلك شويه، مش معقوله كده. طول ما انت ملهوفه عليه مفيش اي حاجه هتعجبه. والله يا مامي تظلم حسين. طب ده انا من موضوع الانتخابات ده وانا ما بقعدش معاه خالص. اقول لك ايه، ده مستقبلك يا حبيبتي، فاهمه ولا لا؟ ولا انت عايزه يعني دي الاتفاقيه هي اللي تكسب المنصب ده وانا اموت بحسرتي؟ لا بعد الشر قال. طيب بقول لك ايه، ليه اللعبه دي مش قادره افهمها ابدا. تعالى ايه راي سعادتك يا فايز بيه، جواز ده ولا مش جواز؟ حضرتك استاذنا وعارف ان الجواز ما هو الا ايجاب وقبول، واذا كان على الشهود انا عندي قبيله كامله. لا بقول لحضرتك ايه، اذا كنت انت مقتنع باللي انت بتوريه لنا ده جواز انا ممكن اطلع عادي على فكره عادي. الموضوع مش ببساطه دي يا استاذ حسام. مجيده دي بنت زعيم اكبر قبيله هناك، وطبقا للعادات والتقاليد ان انفصال الزوجه في السنه الاولى ده كده كارثه، البنت كده هتعيش منبوذه، مش بعيد يقتلوها بسببك. راح علينا ثواني يا جماعه بس اتناقش انا وموكلي. الهباب اللي انت هببته ده والله العظيم انا من ساعه ابوها ما شربني البتاع جوزة الهند دي انا خدت بقي اتدهولت ما ادريتش انا بعمل ايه. موكلي بيقول انه ما كانش في وعيه مما يبطل عقد الزواج. عملوا له عمل على ظهر قرموط ورموه في الترعه ولا سووا حاجه صفرا. انا كده مضطر اتخذ الاجراءات القانونيه. هتعمل ايه يعني؟ حسبت الجواز عن طريق المحكمه، الوثيقه هتترجم وهتتحط ضمن المستندات اللي هتخش للقاضي، زائد السي دي اللي هيتفرج عليه القاضي والقاعه وامه لا اله الا الله. القضيه في جيبي يا فايز بيه. لا حاسب حاسب، لو بتتكلم عن القواضي والقوانين والحاجات دي انا معايا برنج قوانين فايز الفرنواني على سن ورمح. انت شايفني جايب خالد الغندور. خالد الغندور ايه؟ احنا جايين نلعب ماتش. اسكت، الراجل عنده حق. وليه البهدله دي يا سلطان بيه؟ مجيده دي بنتنا. اي والله يا راجل بنتنا، واحنا ما يهونش علينا ابدا انها تعيش بعيد عن اهلها. وعد مني هخلي حسام يشوف شقة في أحسن منطقة في أفريقيا بحالها ويأجرها لها. ووعد مني كمان هخليه يشق عليها من الحين للآخر. ما هو ما ينفعش يا فايز بيه، ما كان أحسن يأجر لها شقة هنا. هقولها تاني، الناس دي بتقدس العادات والتقاليد، معنى البنت اتجوزت يبقى لازم تعيش في محل إقامة جوزها. أما هو بعتها هنا ليه؟ عارة يعني؟ على فكرة يا جماعة أنا راجل متجوز على فكرة. حسام بيه هو هيختص ولا ايه يا عمي؟ زهر مفيش مشكلة، احنا هنا الشارع محل لنا أربعة، هناك محل لهم 48. ده غير ان احنا عندنا مشكلة كمان، ان الدولة هناك هتفسخ عقدها مع شركة سيجنال تيل، وده طبعا هيعمل لنا مشكلة وهيعمل أزمة دبلوماسية. جنابه بيقول انه هيفضل ومش هيروح غير لما يطمن ان مجيدة وصلت بيت حسام، وده آخر كلام. إز كده يبقى مبروك يا حسام، انت مش مضيت على الارنب، ادخل العش. اكيد هم. حسام ايه اللي حصل؟ احكيلي في ايه؟ مبتردش عليا ليه؟ بابي فين؟ في ايه بابي؟ حسام ما بيردش عليا ليه؟ اهلا يا هاني، اتفضل يا جناب السفير. اتفضل يا عمر بيه، اتفضل يا هاني. اهلا وسهلا. في ايه؟ مالكم خشبين كده ليه؟ مين دول؟ الله، مين دول يا فايز؟ حد يقول لي مين دول؟ اسمحوا لي انا هتولى المهمة دي. سعادة جناب السفير عمر بيه مندوب وزارة الخارجية، سلطان بيه بهنس المستشار القانوني للسفارة، أنا الوحيد. أما الأستاذة مجيدة فهي حرم الأستاذ حسام مدبوري. حرم مين؟ حرم الأستاذ حسام. جرى إيه يا راجل العبيط؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ يا مرام أنا مش فاهمة حاجة، دي مراتك أنت؟ هما بيقولوا كده، ما تتكلم يا عمي. ما هما قالوا كده، أنا هقول إيه بعد اللي قالوه. فريدة بنتي الحكاية حصلت لما حسام سافر.
يعني زي ما تقولي مسألة معقدة كده ليها أبعاد إنسانية وقانونية. بس بقى لسه هتقولي أبعاد إنسانية وقانونية؟ برا برا أنت والشلة اللي معاك دي والبيت دي برا، هي والبوقة بتاعتك. يا حلم، أنا ساكت من الصبح لعلم حضرتك. مجيدة زي فريدة لها نفس الحقوق والواجبات في البيت ده. وعلى فكرة بقى جناب السفير شاهد، وعمر بيه شاهد، وانا سلطان بيه بهلس شاهد، وجايين عشان نوصل العروسة لغاية بيت جوزها. ممكن بقى تقعدوا وتهدوا شوية عشان انا اقدر افهمكم؟ انا مش عايزة افهم حاجة، انا هسيب لك البيت وامشي. فريدة ارجوك اهدي، انا هشرح لك كل حاجة بالراحة. حسيب دولون عايز عاوز تطلعي؟ لا قدامي. يا طنط يا فريدة، عمي استنى يا عريس، عايزك ثاني. ألف مبروك يا عروسة. اتفضلي سيادتك، هتمضي لي بس ثانية واحدة على الإيصال ده. ده إيصال إيه ده؟ ده إيصال استلام العروسة. ليه وأنا مستلم غسالة؟ لا العفو يا فندم، عروسة كل حاجة، بس دي إجراءات ضمان يعني. أنا اللي غلطانة إني وافقت على الجوازة المهببة دي، كان لازم أتجوزها واحد ابن ناس، واحد من سلالة نظيفة. سلالة إيه؟ أنت كنت عاوزة تجوزيها حصان؟ الولد فعلا متورط. فريدة، مين اللي على الباب؟ مين يعني ايه؟ هيكون بتاع اللبن يعني؟ انا حسامي حماتي. اوعى تقول حماتك، فاهم ولا لا؟ هقطع لك لسانك من اللغلوغ. يا جماعه اديني فرصه ادافع عن نفسي، ما تتكلم يا عمي ولا انت سايلنت في العيله دي. ما نفتح للولد علشان الفضايح والجيران. هو في فضايح اكتر من اللي احنا فيها دي؟ فريدة فريدة، فكك من امك واسمع كلام، انا امك عايزه تخرب علينا. يلا طلع معايا على فوق، وانت جاي معايا ولا تحصله؟ لا انا طالع ده. يلا جابوا بره برد. يا جدعان حرام عليكم، والله العظيم متورط في الجوازه دي. فريده يا فريده، اللي حصل ده غصب عني، والله العظيم ما كنت في وعي. ابوها غصب علي ان نشرب وشربت وحصل اللي حصل، وبعدين ابوها ده ما ينفعش يتقال له لا بصراحه. يا فريده افتكري لي حاجه حلوه عملتها. يا فريدة ما ينفعش كده. طب انا قاعد يا فريدة، انا قاعد ومش ماشي، مش حبس. ومش حلام على فكرة. حسام حسام فريدة، انا هاني الناحيه الثانيه. مش هسيبك مش هسيبك، كنت ضيعتني، انت خربت بيتي. قعدت تقولي مجيدة مشيت، مجيدة غارت، مجيدة سابت البلد، مجيدة جت امبارح وجابت معاها المحامي وجابت معاها السفير. خربت بيت، الله يخرب بيتك. طب انا ذنبي ايه؟ ذنبك يعني ايه؟ مش انت اللي قعدت تزقني على المسابقه؟ طب تعالى بس اروحك البيت وانا هفهمك. بيت ايه مجيدة هناك؟ اروح ازاي؟ مش هينفع. معلش عشان خلص. مش هينفع هاني، لازم استناها لما تصحى وتقول لها على كل حاجه. انت شاهد الوحيد هاني، انت شاهد الوحيد هاني. مش هروح، مش هينفع امشي هاني، مش هينفع. هقول لك مش همشي لما تقول لي. مش همشي، مش همشي هاني، مش همشي. بقول لك على بيت اتخرب هاني. انت ايه ده؟ اضرب ولا ما حصلش؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ وتخانوا ليه؟ يا عم انا ما روحتش، انا بقيت هنا من امبارح. طب سيبه مش هسيبه يا عمي، مش هسيبه لما يشرح لفريد على اللي حصل لي. قول له ان انا ماليش ذنب. قول له والله ما ليا ذنب يا عم. انا عمي انا ما كنتش متخيل كل ده هيحصل. طب سيبه فهمني، ده هو اللي ماسكني. سيبه فهمني. اديني اتنيلت سبته، فين فريده بقى؟ يا ابني سيب فريده عليا انا، بس المهم تروح بيتك. اسمع كلامي. ايوه اسمها مجيدة دي ممكن قوي تكلم سلطان، وده ما هيصدق يسخن السفير ويقلب الدنيا علينا، فاهم؟ ارجع بيتك. قدامي عمي انت ما تعرفش انا بحب فريدة قد ايه، بحبها قوي. عارف يا ابني عارف. عمي انت مش متخيل انا بحبها لدرجة صعبة قوي. عارف يا ابني عارف. عمي تحب زبتك انا بحبها قد ايه يا ابني؟ عارف. Thank you.
اعوذ بالله. يا مجيده انت ايه اللي خرج من اوضتك؟ انت زوجي، انا هنا لمساعدتك. مساعدتي في ايه يا ستي؟ وانت شايفاني معلق محاليل، لو احتجت حاجه هعملها لنفسي. خش يا مجيده على اوضتك، بلاش الرعب اللي احنا فيه ده. هذا مخالف للتقاليد. يا دي التقاليد الهبله، وانتوا تقاليدكم بتقول تنامي فين؟ سأنام هنا. اوكي يا مجيده، بيتك ومطرحك، نامي زي ما انت عايزه. نام يا مجيده. العجيبة دي مجيدة، انت مش هتنامي؟ انتوا بتناموا انتوا في التحقيق؟ لا فمك نوم ذئاب ده ولا ايه؟ فريدة يا بنتي، أنا عارف إن حسام غلطان، والغلط راكبه من فوق ومن تحته كمان، بس تعالي نفكر شوية، لو حسام عاوز يتجوز كان هيتجوز بالطريقة دي؟ أكيد في حاجة غلط، أكيد في حاجة غلط، والست العاقلة في المواقف اللي زي دي لازم تحكم عقلها. أحكم عقلي إيه يا بابي؟ ده أنا شفتها نايمة تحت رجليه. نايمة تحت رجليه؟ شفتيهم فين دول؟ لا ابدا، ده انا نسيت حاجه فرحت اجيبها من الجنينه فشفت المنظر الفظيع ده. طب يا بنتي وماله؟ الست بتحترم جوزها فجابت مرتبه ونامت تحت رجليه. يا سلام يا اخويا، يعني الست عشان تحترم جوزها تنام تحت رجليه؟ ده ايه القرف ده؟ لكن هقول ايه؟ هو بقى عشان بلدي وقر اكيد بيعجبه الموضوع ده. خلاص يا حبيبتي اشبع بيها، هتتطلقي يعني هتتطلقي بالهداوه يا لطفيه، بالهداوه من غير عصبيه. انا دلوقتي هقوم انزل اروح له عشان يطلقها فورا. بس بقى مجلس الاداره اللي اختارني فين ما تلوميش غير نفسك. الله، يعني ايه يا فايز؟ يعني نيفين وامها اللي عرفوا ان انا رميت عليك يمين الطلاق من 30 سنه سهل قوي يعرفوا ان فريده اتطلقت. طب وبعدين؟ هنعمل ايه في المصيبه دي؟ لا، واللي انير من كده بقى، لو مجلس الاداره بتاعكوا ده جه عمل الزياره اللي بتقولوا عليها وما لقوش فريده وسالوا عليها ما لقوهاش، وهيعرفوا ان فريده سايبه البيت ومستنيه الطلاق. انا ما يهمنيش الكلام ده، المهم كرامتي. يا حبيبتي كرامتنا كلنا هتبقى في الطين لو اختاروا نيفين. طيب هنعمل ايه يا ماما؟ اوعى تفتكر ان مجرد ان فريده رجعت البيت يبقى انت خلاص مشكلتك اتحلت. لا يا حبيبي، ان شاء الله اول مجلس الاداره ما يجتمع ويقرروا ان هم اختاروا فريده الطلاق هيتم. طلاق ايه يا حماتي؟ فريده انت موافقه على الكلام ده؟ ما تتكلم معايا. ما هو انت برضو يا حسام يا ابني غلطت غلطه كبيره قوي. والله ما ليا ذنب، والله ما تتكلم بس زفت. الموضوع كله كان تهييس في تهييس يعني، واحنا كنا متدهولين ومش فاهمين اي حاجه. ما انت صاحبه لازم تدافع عنه. الا قول لي بقى، انت كمان اتجوزت على مراتك ولا لسه؟ يا حماتي، يا حماتي، في فرق لما اتجوز بارادتي ولما اتجوز من غير ارادتي. المهم انك اتجوزت. فريده ما تظلمنيش، انا بقالي يومين ما نمتش بسبب ان انت مش في البيت. حسام اسكت ولا كلمه. كملي انت يا لطفي. فريده بنتي ست البيت هنا، انت تنسى خالص اوضه النوم، كراكيبك هنرميها لك بره في اي حته. المدام اللي قاعده دي تعرف حدودها كويس قوي، الدور الفوقاني ما تعتبوش خالص، وما حدش يخرج من اوضته بعد الساعه 7. طب ما تعالي نحضر التجول بالمره. انا مش قادر يا عمي، انا مش قادر.
انا مش هفضل عايش في الهبل ده كتير. انا هطرد البنت مجيدة دي ويعملوا اللي يعملوه. ما تقدرش، السفارة مش هتسكت، هيرفعوا عليك قضية ويبهدلوك طبعا. ده جواز بيسجل صوت وصورة. جراح عمي انا مش فاهم انت ليه قلقان من المحاكم والقضايا. مش لازم ما كنتش دفعت فريد الديب. لا ديب ولا تعلم يا ابني، افهم ده انا ما صدقت رجعت فريد البيت بحجه ان احنا مش ناقصين فضايح. تقوم انت عاوز تعمل فضايح واواضي كمان؟ ما انت ناسي شغلك يا هيفسخوا العقل وسمعتك هتبقى هباب. خلاص يا عم انا هاخد البيت دي ونروح لابوها ونحل المشكله ودي هناك. برضه لا. يعني ايه؟ يا ابني افهم افهم. انا بصراحه نفسي قوي اللي اسمها مجيده دي تقعد كمان شويه في البيت. انت اصلك ما عندكش اي فكره ايه اللي حصل لفريده بنتي يوم ما شافت مجيده نايمه تحت رجليك. ايه ده؟ هي شافتنا يا عمي؟ طبعا شافتك وكانت هتتجنن. انا يا ابني عارف فريده بنتي كويس. مساله وجود ست تانيه في البيت واحساسها انها ناويه تاخدك منها، ده اللي هيشعل الحب في قلبها تاني ويخليها تعرف قيمتك بجد. يعني ايه يا عمي؟ ادوس؟ يا ريت. دوس يا ابني على قد ما تقدر. ما اجمل الطبيعه الغناء. يا له من معس القص. هكذا تكون الأرجيلة ولا ايه؟ أين الشاه يا امرأة؟ ما هذا؟ ألم تسبحيها بعد؟ كتبتوها حسنا. لا بأس لا بأس. لحم طيب. ألن تجلسي لتتناول اللحم معي؟ لا يمكن أن أكل وزوجي يأكل. يا خبر أسود، هكذا تكون الزوجات؟ تبا لزوجاتي هذا الزمان؟ مريضة، لقد تعبت يداي، لا أقدر على حمل الطعام لإدخاله في فمي. تبا لإنشاء هذا الكمباوي؟ تبا لإنشاء هذا الكمباوي. مريضة، لقد انتهيت. أريد أن أغسل يداي. ما العمل؟ ما العمل يا مجيدة؟ ما العمل؟ مشلول. هكذا يكون الغسيل؟ هكذا يكون الغسيل؟ تبا لنساء هذا البيت؟ خسئت خسئت خسئت. مجيدة المتعي يا مجيدة المتعي المتعي يا مجيدة. فايز. نعم. سامع حاجة؟ ده بيتهيألي صوت التلفزيون اللي تحت. لا ده مش صوت التلفزيون. أيوه عندك حق، ده صوت الولية اللي هو جايبها. يخرب عقلك، أنا قلت لك دوس بس مش قوي كده. أنت عمال تقول إيه؟ مفيش بقول فعلا من صوت التلفزيون. لا كده كتير، أنتوا هتسكتوا على الكلام ده؟ اسكت إيه؟ ليلته سودا إن شاء الله وهو هي. يلا اسكت. مجيد أنا عمري ما شفت كده في حياتي. أنت لا ترى شايفا. يا عمي ما تيجي تعمل فتره ولا تاخد لك فوطه سخنه؟ هو الحقيقه انا عاوز اظبط القطف. ايه؟ لا قصدي القطف وقعت. ايه ده مجيده؟
انها مشروب مفيد. مفيد اه. بص عليها مجيدة. يا مجيدة مالك؟ ده غزاء. غزاء ايه؟ دي مجنونة دي ولا ايه؟ اتفضلي البيه. اه فاكر نفسه بورتو مارينا، بجد ما عندوش دم. اما انتوا امركوا غريب، حقيقي امركوا غريب. الله، انتوا مش قلتوا يعني هتستحملوا الفترة دي لغاية ما موضوع الانتخابات يخلص؟ خلاص بقى ما تشغلوش نفسكم بيه. احنا مش شاغلين نفسنا بيه، بس المفروض نحترم المكان اللي هو قاعد فيه. اكيد بتعمل ايه؟ غزاء يا نهار اسود. غزاء غزاء ايه؟ ده الارض بتعرض مريض الجراح، حرام عليكي. ايه بتدافع عنه ليه؟ بتدافع عنه ليه؟ مش هسمع لك تعملي كده قدامي، مش هسمع لك تعملي كده. نور سلطان باشا. نور والله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حلو ده. والله انا فرحان لكم قوي والله. اتفضل يا بيه. الله 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 الله. ايدك يا صلح. دي بتاعت اللي فات. ايدك يا صلح. اتفضل. حرمش. الله الله على الجمال. ايوه. شد اكتر. الله عليك. الله. حرمك من حاجه انا؟ ده ايه الحمايه دي؟ المعص الحمايه العصيده بطريقه بصراحه دلع 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 يا حسام بيه. يعني دي خلطه سريه عاملاها مجيده من مخلفات الحمار المخطط. تعال تعال. ايه ايه؟ بص. يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي. الله. الليلة ليلة فرح، ليلة هنا وسرور، وعروسة زي القمر، والورد في البنور، وعرتنا زايد نجف زايد علينا نور. ايه ده؟ الله الله. حلاوتك يا سلطان، حلاوتك. ده طلعت عوزه، امال كنت منكد علينا كل سنة. شد بقى. تعالي. انا هروح اطردهم كلهم بره. لا ما تقدريش، لان البيت بيت حسام زي ما هو بيتك بالظبط. وبعدين لو عملت كده يا حبيبتي ممكن قوي السفاره ترفع قضيه على حسام ويجوز كل اللي عملناه. طبعا امال ايه؟ وساعتها بقى يبقى مبروك على نيفين بالانتخابات. خلاص خلاص بكلامك البايخ ده. بصراحة ريحة الشاوي دي أحسن بريق جاي، يعني من بعيد كده عايز أقوم أهجم. النهاردة أنا هدوقك فخد الكونغر. مالكش في الكونغر أنت، ليك في السحالي طيب؟ طب دلت مساح ديزرتك. كيس فاضة الله يخليك. شمي ريحة الأكل. وده أكل ده يا بابي، ده عك. عك؟ ما بلاش أنتِ، بلاش أنتِ تتكلمي في المنطقة دي. بلاش، اللي ما شفتك مرة داخلة علينا بطبق بيض مقلي. غسيل في الجنينه، ملابس زوجي يا جبت طرح شمس، والجيران يقولوا علينا ايه؟ انتي ما فيش مخ كده خالص. اتفضلي خدي الهدوم دي وخشي على جوه. المهم ملابس زوجي دي بتقول تقولي زوجي عشان تنقذني. اهي ملابس زوجك اهي. هذا تصرف غير محترم. انا مش محترمه؟ انا مش محترمه؟ لو انا كمان اتصرفي. اتفضلي اطلعي بره بيتي. ايه ايه
في ايه يا فريدة يا بنتي؟ صوتك جايب لاخر الدنيا. الهانم فاكرة نفسها ساكنة فوق السطوح، شوف لنش الغسيل فين. ايه يا جدعان اللمة اللي هناك دي؟ الله جرى ايه يا عمي؟ ما تسيطر على حريمك. على فكرة يا جدعان الجنينة باظت كده. مبسوطة صوتك طلع طرزان من الخيمة. كان يوم اسود لما جوزتك بنتي. انت بقى ما ينفعكش ابدا غير الاشكال دي. لا اسمع بتضربك. لا ضربي عادي هنا يا مجيدة، ضربي عادي مفيش مشكلة. وعلى فكرة لضربك انتي كمان كده مش عادي يا جدعان. صحيح يا جدعان مش كنا مين؟ معلش يا جدعان، يا جدعان مش هعرف اسيطر عليها يا جماعه، مش هعرف اسيطر عليها. دي موتت اتنين برشاشات قصاد عيني. اعمل ايه يا عمي؟ ابرها الاشرف جاي عليها. يا عمي الاشرف، يا عمي الاشرف، شرفتينا ونورتينا يا زينب هاني، انت والهوانم عضلات الجمعيه. حلوه فكره البول بارتي دي، وخاصه ان الجو النهارده كويس وحلو. احنا كده كعيله بنحب نتجمع مره في الاسبوع. حسام حبيبي بيقولي لازم ننزل البسين مع بعض. تنزلوا البول بهدومكم؟ اصل الحقيقه حسام جوز بنتي عنده شويه كده افكار مجنونه. ما انا عارفه حركاته المجنونه زي الصوره اللي اتجنن اللي على النت. ده حضرتك فاتك المسدس. هو بيدور رخصه تقريبا. بقول لك يا حسام، خد فريده يا حبيبي وروح المطبخ، كنت جايب تورتايه انا، وهاتوا حاجات ساقعه وابعت فريده بيهم، وما تجيش انت هنا خالص. ها يلا يلا فريده، يلا يلا اتفضل يلا اتفضل. عامة التجديد شيء جميل بيدينا الامل. اللجنة جت وقالت ان النتيجة بعد 3 ايام، قلت اجهز نفسي عشان امشي بسرعة. انت هتحتاج دي في حاجة؟ لا طبعا. هحتاجها في ايه؟ وانت لما هتسيب البيت هتروح فين؟ تاني مهمتي كده انتهت. مجلس الادارة جه فجأة شاف قد ايه احنا بيتنا سعيد، صح؟ انت بتتريق؟ على فكرة بقى انت السبب في كل مشاكلنا دي. انت عمرك شجعتني، انت حضرتلي ندوة قريتلي بحث. بحث زي ايه؟ زي الشخير يؤدي الى الطلاق؟ ارتفاع نسب الطلاق بعد ظهور هيفاء وهبي؟ على فكرة عندي اسم بحث اهم من دول كلهم، عدم اهتمام المرأة بجوزها يؤدي الى الطلاق. ايوة بس انت اتجوزتني وانت عارف ان انا في الجامعية، وعارف ان انا ليا طموحات. ايوة بس كنت فاكر ان بعد الجواز اهتمامك هيبقى ببيتك وجوزك اهم حاجة في حياتك. انت عايزني بقى اقعد لك في البيت ما ورايش حاجه غيرك اربي لك العيال. العيال؟ ما فين دول؟ حتى دول مشيت ورا امك وحرمتينا منهم. حرقة نفسك على ايه؟ ده ما يسواش. والنبي ما يسميني في اللي انا فيه. يا بنتي يا حبيبتي هانت خلاص، كلها يومين وان شاء الله النتيجة تبان، وهو هيضطر يقول كلمة يوم اعلان النتيجة. بس يا خوفي لا يقول كلمة كده ولا كده يهد كل اللي احنا عملناه. بقولك ايه يا فارس؟ نعم. لقيت لي مشتري للفيلا. مشتري ليه؟ نبيعها بقى ونديله فلوسه ونخلص من المتخلف ده. ايه رأي سعادتك ان المتخلف ده متنازل عن كل حقوقه ليكم؟ وانت يا فريده يا بنتي حاجتك سعيده بقى، ممكن افهم انت بتعيطي ليه؟ مش عارفه.
مش انت عايزه كده؟ ما هو اللي ظلمني واتجوز عليا. لا انت واثقه من جواكي ان حسام جوزك متورط في حكايه الجوازه دي، واذا كان في حد في الدنيا كلها مظلوم يبقى هو حسام. جرى ايه يا فايز؟ معقوله جاي مع الحيوان ده ضد بنتك؟ انت ايه؟ ما بتزهقيش؟ انت مش حاسه انك كده بتخربي بيت بنتك؟ طلعالي فيها وحط مناخيرك في السماء. ايه يعني كان جدك باشا؟ ايه يعني؟ روحي روحي جاتكم نيلة انت وبنتك وجدك الباشا كمان. فريدة، هل يمكن أن تقبلي اعتذاري؟ أنت بتتكلمي معايا ليه أصلا؟ وبتعتذري لي عن إيه؟ أشعر بأني أسباب في تدمير المنزل. لا ما تشعريش ولا حاجة، هو كده كده كان متدمر. فريدة، حسام بيحبك بشدة. أنت عرفتي منين بقى؟ لأنه لم يعملني كزوجة وأنا لا أحبه. أمال اتجوزتي ليه؟ والدي هو من زوجني لحسام وهو يعرف أني أحبه. أوتوبان، أنا مش فاهمة حاجة، مين أوتوبان كده؟ أوتوبان شاب من قبيلتنا، والدي يكره تصرفاته. طب انتي باباكي اكبرك انك تتجوزي واحد ما بتحبيهوش، لكن هو بقى مين اكبر؟ عارفه يعني ايه واحد يتجوز على مراته؟ يعني بيحسسها ان هي ولا حاجه. واخر كلمه احب اقولها ان اكتر واحده جديره بالمنصب ده هي نيفين، لانها عارفه يعني ايه معنى اسره سعيده. نيفين زوجه بتدي كل حاجه حقها، زي ما ليها اهتماماتها بالجمعيه ليها اهتمامات برضو ببيتها. شكرا. حسام قال لك اكيد ان هو جاي. والله يا بنتي انا كلمته امبارح ودلوقتي كلمه الاستاذ حسام. هو فين الباشمهندس حسام؟ انت فين يا حسام؟ ايوه عمي انا جنبك من غير ما تعمل اي قلق. جنب جنب. مساء الخير. على فكره يا جماعه انا عمري ما اتحطيت في موقف زي ده قبل كده، عشان كده بطلب منكم ان انتوا تسامحوني لو انا اتلخبطت في الكلام شويه. انا اسمي حسام مدبولي، ابويا وامي الله يرحمهم، عشان كده ربنا كرمني بحمايه الاستاذ فايز الفرنواني، اللي كان بالنسبه لي مش اب وبس، كان صديق كمان. اما بالنسبه لحماتي، حماتي مدام لطفيه، مش قادر اوصف هي كانت قد ايه قد ايه طيبه معايا، وكانت دايما تقف في صفي على فكره. اما بالنسبه بقى لمراتي فريده فايز الفرنواني، مش عايز اقول لكم رغم مشاغلها، لكن بيتها وجوزها رقم واحد في حياتها. هم دول عيلتي اللي ربنا كرمني بيهم، وبدعي ربنا انه ما يحرمنيش منهم ابدا. شكرا. وبعد ما سمعنا كلمه المرتين كتقليد طبيعي للجمعيه، هنسمع النتيجه بعد لحظات. اظن اني كده عملت اللي عليا. اول ما تبقوا جاهزين تروحوا للمأذون كلموني.
الفائزة بالأمين العام مدام فريدة فايز. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. أنا من ساعة ما ترشحت المنصب أمين عام الجمعية وأنا حياتي اللي فاتت يعني كان فترة صعبة شوية عليا، صعبة عشان الأبحاث اللي عملناها والندوات، وطبعا بحب أشكر عيلتي اللي وقفت جنبي الفترة اللي فاتت دي كلها، وأشكر مجلس الإدارة وعلى رأسهم طن زينب. أنا بشكركم جدا على ثقتكم فيا، بس أنا بعتذر عن المنصب ده، وبيتهيألي إن فين هتبقى أحق بيه مني. أصلا الفترة الجاية هبقى مشغولة مع جوزي وبيتي. دي مجنونة ولا إيه دي؟ ميرسي. فريدة اسكتي. فريدة أخيرا البنت هتعمل الصح. حسام انت رايح فين؟ اوعي تقولي لي مجلس الإدارة اختارنا فيه. لا اختاروني أنا. طب كويس أوي، مبروك. بس أنا اخترتك أنت. مش فاهم. طب يلا مش مشكلة. طب ولا عادي. طب حس كده بقى، يلا بينا على قصبي قصبي فوقانس 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 فوقانس. ألف مبروك الحاج بيومي وافق. الصف الصف. هو زعلان ولا هيغني أوبرا ولا إيه؟ إنها زي كفاك ناسا وليدي. أنت مش شايف الأيباد اللي في إيده؟ مش عايز أقولك، أول ما شاف الأيباد ده نسي زعله بنقطة أم على موضوع جوازنا ووافق على طول. باهي في سلح. عايز أقولك أبوك ده لو راح عنده شك ممكن يبيع القبيلة دي كلها. ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة. مراتي زوجتي. ألو ألو. أيوة حبيبتي. أنت في القبيلة؟ أنا في القبيلة. أه مش عايز أقول لك خبر حلو، الحاج بيومي وافق إن مجيدة ترجع القبيلة. بجد؟ أنا فاهمة. وافق كمان على جوازها من نقطة مصر. طب جاي إمتى؟ أنا جاي إمتى؟ أيوة حبيبتي، ما أنا طهرت بكرة الصبح هحضر الفرح وأجي بكرة على طول بأول طيارة. ما أنا ما ينفعش الحاج الحاج بيومي. الحاج بيومي إن أنا أحضر الفرح. على فكرة دي مراتي زوجتي. مراتي قول لها إن أنا هحضر الفرح. لا أصل ده موبايل بس عايز أقول لك إن ده في إمكانيات أكتر من ده. افهم هفهمك الدكتور حامد كده. اسمع اللي بقوله لك. ده في إمكانيات أكتر من ده والله العظيم. ده في مسجات ينفعش حضرتك معاها. طب البنطلت بتاعت صحابي